مرحبا بكم في قناة جيجا بيوتي. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. إذا كنتم أول مرة تزورون هذه القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك للفيديو، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. في هذا الفيديو الجديد لدينا العاجل حول الدراسة في الجزائر بعد غلق المدارس وتمديد العطلة، ستكون العودة إلى مقاعد الدراسة لهذا الثلاثي الثاني من السنة الدراسية يوم الأحد 6 فبراير 2022. نتمنى عودة موفقة لجميع الأساتذة والتلاميذ وكل الأسرة التربوية. علينا احترام البروتوكول الصحي والاحتياط، وأتمنى السلامة للجميع. انتظروا مني كل ما هو جديد وعاجل أيضا فيما يخص كل ما يحدث في الجزائر. وقبل أن تغادروا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نلتقي في فيديو لاحق إن شاء الله.